ذكرت بس نبيل طارق وافقر واحد بيهم. ليم فقير ذكرته والاخرين سكتت عنهم اذا كان ادعائك صحيح؟ لا لا والله ما سكتت عنهم، بس هم انا توصل لهم رساله اقول لهم شويه هدوا اللعب. هدوا اللعب. انا هاي نصيحتي لهم. لمن انطيت مبالغ سيد؟ لمن انطيت ايفونات؟ ما شوف انا غادرتها من الحلقه اللي طلعت بها مع عمر بصراحه وكل التحديات. هم نسيت العمر؟ لا لا ما شلون انسى صديقي واخويا. بس لا مو انت طلعت في حلقه علي شو اسمه علي لا لا ويوسف وانت علي نوري تعرفه وطالع وياه وظاهر وما تحفي برنامج. شوف ابو يوسف صديقي، ابو يوسف انا جاي لبيتي مرات كثيره وانا رايح لبيته وصديقي ويروح وياي الملعب والديوانيه تحياتنا طبعا واخ وصديق جدا علي جدا صديقي زين. بس في هاي الحلقه تكلمت وتحدثت وغادرتها. ليش غادرت هاي غادرت الحديث عن الاعلام وغيره؟ لا قدمت الدليل للجهات المختصه. قدمت طبعا اصلا انا ما اقبل واحد يشهر بالاعلام ولا اردك تعيد الكلام. لا انا رحت للنقابه قلت لهم من شكله ولجنه ما رحت ولا حضرت. لا رحت للسيد النقيب وحكيت بالاسماء وحكيت بالتفاصيل وانا مستعد. نقيب الصحفيين سيد مؤيد اللامي طبعا وصلت له الاسماء طبعاً. والادله شرحت له كل التفاصيل. ما حركه ساكن النقابه. لا لا النقابه شوف النقابه خاصة بقيادة هالشخص هذا الشخص دائما يقولون ارسل حكيما ولا توصي. زين. من ترسل حكيم لا توصي. زين. هذا رجل حكيم فاهم ويعرف شلون يخرج المخرجات بشكلها صحيح. احنا اليوم ابناء بلد يقول لك هذا زيادة الصراع يسبب مشاكل. ليش ما رحت للجنة سيد حسين؟ اللجنة التي شكلت من اجل هذا التصريح. لا كانت الدعوة ولو كان الشخص اللي داعي هو شخص محترم وعزيز بس الدعوة ما شوف النقابة هي مو محكمة ولا مركز شرطة، هي دائرة مهمة. أنا رجل مرتبط في نقابة المحامين ما مرتبط بنقابة الصحفيين، لكن احتراما واعتزازا بهالنقابة اللي هي السلطة الرابعة واحتراما بشخوصها رحت بنفسي والتقيت بنقيبها المحترم وجلست مع السيد خالد أستاذ خالد وجلست مع الأخوة بعض الأخوة الصحفيين وتبادلنا حديث محترم وشرحت لهم وجهة نظري، شرحت لهم بعض الوقائع اللي صارت وياي وتفهموها وبالنتيجة يعني دلوت بحقيقة